ضحية نضالية للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي كدير هذه الوقفة احتجاجا على الإقصاء ديالها من المذكرة 103 لدراسة الطاعون، واحتجاج ديالها على تخلي على المحضر اللي موقع 6 النقابات الأكثر تمثيلية واللي التزمت فيه ديال أنها غادي النقابات بستة التزمت على أساس أن الطاعون غادي تدرس بشكل شفاف وديمقراطي. الجزء الأول اتفقنا على 64 تعيين، هذا 64 تعيين تم الاستفادة منهم، واتفقنا وقعته 4 ديال النقابات، اللائحة وقعت 4 ديال النقابات وتعطاتهم تعيينات. في نفس السياق اتفقنا على أساس أنها تعطى 7 ديال التعيينات المعتصمين والمعتصمات بالبهو ديال المديرية الإقليمية، وقعتوا 4 ديال النقابات وتم الإلغاء ديال هاد التعيينات كاملة، وتم إسنادها لناس أخرين ما عرفناش حتى بطريقة غير قانونية. الإسناد هو المؤسسة اللي مشاو ليها هي إحداث، واعتبروها هما هي تقسيم في الوقت، هي إحداث جديد، وبالتالي خاص الشغيلة التعليمية كاملة في الإقليم استافد. هاد الفبركة اللي دارت نهار السبت حق الشغيلة التعليمية، حنا مع الشغيلة التعليمية تستافد إقليميا وجهويا ووطنيا، ولا كانت شي حاجة غدوز دوز بشكل ديمقراطي، إقصائنا وعدم تسلمنا الاستدعاء، وبالتالي كان طالبه ديال أنه تلغى هذاك المحضر اللي دار في غياب النقابة ديالنا، خاصو يتلغى ودار نقاش مع جميع الضحايا وفي قاعة مفتوحة على أساس أن الناس تستافد، وغنستمروا في النضال حتى لتحقيق المطالب ديالنا ديال النقابة ديال الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي. وتحية نضالية للشغيلة وحتى الشغيلة وزمهار.